يوم ويانا سيارة جديدة حلوة هايبة، نشوفكم إياها ونشوف تفاصيل. خلينا نشوف السيارة. سيارة من شركة تويوتا تبريد ثلج. هاي السيارة يا شباب مثل ما تشوفون سيارة تويوتا أبريوس. سيارة تشبه الكورولا، طبعا بقد الكورولا هي، بس السيارة هايبريد. هاي السيارة مثل ما تشوفون منها مكتوب عليها بريوس، هنا أنا هايبريد. سيارة محركها 1600 تنفس طبيعي مدعوم محرك كهرباء، ينطي طاقة وقوة ويعني اقتصاد باستهلاك الوقود. هاي السيارة منها يا شباب، طبعا سيارة فول للأخير. إطارات السيارة 195 65 15. خلينا نشوف السيارة من جوا ونشوف المواصفات اللي بيها. طبعا سيارة بصمة، نشغلها مجرد دست هيك اشتغلت. صوت ماكو طبعا، بس تقول لك اشتغلت تبريد. تبريدها كومبريسر كهرباء ياخذ الطاقة من البطاريات. هسه شوف البطارية هنا قد مشحونة، ياخذ الطاقة من البطارية. شو وقت يشتغل محرك البنزين؟ يشتغل حسب دوستك. خلينا نشوف باقي المواصفات. عندنا هذا الجير مالتها هيك تتحكم بيه، بس مجرد تضغط بريك تسوي له هيجي. هذا دي هيجي بيج، بس تسوي له هيجي صار، بس ترجع لي ورا صار ان. العفو ما يبرك منها، هاي الدقمة مال البارك، دوس هيج بركت السيارة. هذا درايف مود وهذا الاي في، يعني تقدر تشغلها بس على الكهرباء، تمشي بها بس على الكهرباء منها بدون اي بنزين. بس هي تحتاج البنزين ليش؟ لان هاي السيارة هايبريد. تشحن منين؟ تشحن من المحرك ومن المشي مالتك. السيارة بها رادار امامي وبها هنا التحكم بالصوت والميديا مال السيارة. هنا المحافظة على المسار تراكشن كنترول، وهناك فتح خزان الوقود. وهاي الامور مال السيارة. هذا مثبت السرعة مال شركة تويوتا معروف من هنا يشتغل. جربت لكم السيارة. السيارة بها شاحن وايرلس ومن هنا يشتغل الشاحن الوايرلس، يعني مجرد تخلي تليفونك والبيبان مال السيارة كلها مسدودة، كن الى دقمة اي الى دقمة ري، مو مثل الكوري. الكوري لا، مجرد تخليه هو يشتغل، لا هنا الى دقمة الا يشتغل. بس ما شحن ليش؟ شنو نقلب التليفون؟ لا اشتغل شحن. ليش تأخر؟ شحن، جار الشحن. مثل ما تشوفون شاحن وايرلس يشتغل. كل الجامات مال السيارة اوتو، من هنا تصعد قوة التبريد وتنزلها. وهاي الشاشة الوسطية اللي هي تطلع لك معلومات السيارة كلها. شوفوا شلون هسه منين تاخذ القوة؟ تاخذ القوة من البطارية. كل القوة منين تاخذها؟ من البطارية، ومأشر لك هذا الشيء. بينما هسه اذا تدوس شوية سرعة زايد، هسه شوف رجعت منين قام تاخذ قوة؟ قام تاخذ محرك البنزين، يعني اشتغل المحرك. طبعا هاي الامور كلها تصير لحظية، انت ما تحس بيها، مجرد باللحظة تصير. حتى شنو تقلل لك استهلاك الوقود. هسه شوف شوف من راح ادوس بريك، انتبه من راح ادوس بريك شوف ايش راح تسوي السيارة. شوف بس شلت رجلي شوية طفى المحرك، بس شلت رجلي شوية طفى المحرك، ظلت ترجع شحن لمن؟ ترجع شحن للبطاريات. يعني ما شاء الله، يعني في التقنيات خاصة تويوتا. طبعا تويوتا تسوي سيارات من 2009، خوش تسوي السيارات الهايبرد. رجع الكاميرا هنا ونحكي لكم عن الموضوع اكثر. لحد الان بطارية، هسه صارت بنزين. شوف لحد الان يعني كهرباء، بنزين العفو، بنزين لحد الان بنزين.
والطاقه دا تروح من محرك البنزين ودا تشحن لك البطاريه بنفس الوقت. مجرد اشيل رجلي شويه، شوف رجع الشحن منين، الشحن من البطاريات، تدوس شويه رجعت تشتغل. يعني ما شاء الله، وماكو لا سلف لا دينامو لا هاي الامور، يعني كلها تقليل بالادوات الميكانيكيه للمحرك وما تحس بيها بصراحه. زين، شوف شوف، مجرد تشيل رجلك طفى المحرك البنزين، ما شاء الله التبريد ثلج. مجرد تشيل رجلك ترجع تدوس، هسه كهرباء، هسه رجع اشتغل بنزين. طبعا بيها نشاط السيارة، يعني هسه اذا تدوس اشتغل محرك البنزين والكهرباء سوا. شوف يعني اكو اوقات يشتغل محرك البنزين والكهرباء سوا. هسه اذا اغير وضعية القيادة من درايف مود، شوف هسه سبورت، رجعها ايكو ترجع الامور طيبة. زين، ان شاء الله الفكرة واضحة شباب. حبيت اوضح لكم هذا الشيء بابسط طريقة بصراحة، لان السيارة انا اول مرة اجرب سيارة هايبريد، وحبيت اشوفكم اياها بصراحة راحتها. بس من تخليها سبورت او تدوس دوسة قوية، المحركين يشتغلون سوا الكهرباء والبنزين، فالسيارة راح تصير حيل قوية. وهس راح اثبت لكم هذا الشيء. انتبهوا هسا، ذني الاسهم منين دا يجني؟ دا تجي القوة منين؟ دا تجي من الكهرباء. اذا تدوس شوف هسا البطاريات والكهرباء اثنيناتهم يطلع قوة للسيارة، فالسيارة تصير حيل نشطة. شوف، باي باي ابو السيارات. زين، ان شاء الله الفكرة واضحة شباب. يطفي المحرك، يعني السيارة اذا ما تحتاجه يطفي. سيارة شباب ان شاء الله عجبتكم وان شاء الله استمتعتوا بها وشوفتكم شلون تشتغل السيارة اوتوماتيك. هواي ناس يقول لك انا ما اخذ هايبريد لان الهايبريد هواي يشتغل، يعني كل ساعة طافي المحرك ومشتغل المحرك. احب اقول لك سيارات الهايبريد ما بيها سلف وما بيها داينامو. يعني اطمئن من هاي الامور، اللي يشغل السيارة هو نفسه المحرك الكهرباء، هو يشغل لك المحرك البنزين وهو بنفس الوقت يشحن لك البطارية، يعني هو داينامو هو سلف بنفس الوقت. فاطمئن من سالفة الداينامو والسلف، ان الداينامو تعطل لان عليها ضغط مال شحن البطارية، او السلف يعطل لان المحرك الساعة يطفي ويشتغل، اطمئن من هاي السالفة. وهاي السيارات يعني مبلشين بالصناعة مالتها، عندهم خبرة طويلة شركة تويوتا، ومبلشين بهاي الصناعة من 2008 او 2007 حسب ما عرفت. هاي السيارة الانتاج مالتها يعني عندهم خبرة طويلة بهذا الموضوع. حبيت اوضح لكم هذا الشيء، تجربة سريعة، فيديو سريع، جربت لكم السيارة وراح اصور لكم من منظور الشخص الاول. من ساعة كنت مركز على العدادات، صراحة خلي لكم الكاميرا هنا وصور لكم من منظور الشخص الاول، واكمل لكم الفيديو من لما اوصل المعرض، بس فيما لا مؤقتا. دوس بريك تخلي السيارة دي. الجير مال السيارة شلون تتحكم به؟ مثل يشبه الجير العادي، بس هو مو جير عادي، اوتوماتيك. تسحبه هيك وتنزله، صارت دي السيارة. ويا الله تطلع. الحساسات الامامية اشتغلن، شوف دا تنبهك السيارة، تقول لك الحساسات محيط السيارة دا تشتغل، وسيارة دا تمشي بكل هدوء فقط على الكهرباء. اللي نطلع، يا الله، ابو التوك توك، اعبر ابو التوك توك، اعبر يا معود. هاي الدوسة كلها بعد السيارة دا تشتغل على الكهرباء.
واخذكم طبعا شويه هواي فريت راسي، بس ما يخالف تحملوني. هسه ندوس، هسه اشتغل محرك البنزين مثل ما تشوفون يا شباب، اشتغل محرك البنزين ودي يشحن السياره ودي يشحن البطاريه ويعطي قوه. بس من تخليها سبورت بلاس ايش راح يسوي؟ راح ياخذ من البطاريه طاقه وياخذ من المحرك الكهرباء طاقه وينطيها للتائرات حتى السياره تصير حيل نشطه وحيل قويه. ان شاء الله الفكره واضحه. بس حلو يعني الهدوء مال السياره كلش حلو. شفت منه شيل رجلي؟ يعني انت ما لك علاقه، هي هو اكو كمبيوتر يتحكم بالسياره بمكانك، شو وقت يطفيها، شو وقت يشغلها، شو وقت يرجع الشحن، شو وقت ياخذ من البطاريه. هسه شوف راسا اخذ من البطاريه، مجرد تخلي رجلك على دواسه الوقود اخذ من البطاريه. ولحد الان احنا هسه اشتغلنا، ما تلحق تقول جايز يعني، ما تدري يعني، ما تحس خوش، لا تحس بتشغيله المحرك ولا تحس بالمحرك من يطفي. زين بصراحة ما شفت واحد مسوي فيديو باليوتيوب يوضح هاي الأمور، فحبيت أوضح لكم إياها بهاي سيارة الهايبرد. مشكلة منها أكو استدارة وبنفس الوقت السيارات تجي حيل سريعة، استدارة وبيها شجر، فما تشوف الوضعية مال الشارع شنو ما تعرف. فالعبرة من هنا شوية خطرة، لازم اللي يعبر ينتبه. طبعا هاي السيارة موجودة بمعرض علي ريس، اللي يحب يسأل على السيارة ويحب يشتري هاي السيارة يلقاها بمعرض علي ريس. خليها بارك. هاي اي في، هيجي بس كهرباء تشتغل اي في، وهيجي ايكو. لهنا انتهى الفيديو شباب، ان شاء الله عجبكم واستفاديتوا من عنده وعرفتوا معلومات كافيه عن هاي السياره. سياره اقتصاديه، واللي يعني اللي انصحه اللي يستخدمها داخل المدينه حيل راح يستمتع بها، ما راح تصرف عنده هواي بنزين، وهي عادي تقدر تستخدمها خارج المدينه عن طرق خارجيه، ما عندك اي مشكله. في مال الله.